السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الان بجوار مشروع جدا راقي، مشروع لوفت بارك. المشروع في حي كشسو، مشروع جدا راقي. ميزة المشروع انه يعتبر مشروع ذكي او الشقق الذكية. مساحة المشروع 5080 متر مربع، 30% مساحة البناء و 70% مساحة الخدمات. عندنا في البلوك هذا اللي احنا شايفينه قدامنا عبارة عن بلوكين لاصقين في بعض، بلوك A و B، وبجوارها بلوك C و D قيد الانشاء. موجود 120 شقة في المجمع، غرفة وصالة، غرفتين وصالة، ثلاث غرف وصالة. ميزة المشروع زي ما قلنا لكم انه اجهزة الذكية تستخدم في المجمع. اضافة الى ذلك موجود عازل للصوت والحرارة والبرد. النوافذ المستخدمة فيها ايضا عازلة للصوت. تدفئة ارضية كاملة في الشتاء وبرودة في الصيف، يعني ما نستغنى عن المكيفات ونستغنى عن الأجهزة اللي هي التدفئة، أنه مستخدمين فيها سيستم في الصيف يعطينا برودة وفي الشتاء يعطينا حرارة. هذا يكون ميزة أنها موفرة للكهرباء. إضافة إلى ذلك عندنا لكل شقة موقف خاص فيها مرقمة ومسجلة في الطابو. هذا شيء جدا مهم بالنسبة للملاك. المجمع فيه زي ما قلنا لكم ملعب خاص للسلة، وعندنا ألعاب رياضية، وعندنا مكان للشطرنج زي ما احنا شايفين. المكان اللي احنا ماشيين فيه هذا ممشى خاص بحول المجمع ككل. السلام عليكم ورحمة الله. احنا وصلنا على الشقة النموذجية. نشرح لكم الشقة هذه. شقة يعتبر شقة ذكية، يعني استخدامها عن طريق التاب او عن طريق الجوال. اشرح لكم حاليا، يعني مثلا نجي نقول كابي اتش، قلت له اعطيته امر بفتح الباب. فتم فتح الباب، نخش الشقة، نفتح الإنارات الكاملة الموجودة في الشقة. زي ما احنا شايفين شقة مؤثثة، شقة نموذجية، موجود فيها دواليب زي ما احنا شايفين، دواليب خاصة بالأحذية والعبات. اتفضلوا على الصالة. شقة مساحتها 175 متر مربع، الصالة 35 متر مربع. لو تلاحظوا نقول ندي أمر الستاير، نقول لها أمر بالفتح. أعطيناها أمر بالفتح فتم فتح الستاير. الشقة هذه كلها شقة ذكية، الستاير يتم فتحها بأوامر، الإنارات، الأبواب،
الأرضيات كلها نعطيها أوامر بفتحها عن طريق التليفون، ونقدر نستخدمها أيضا استخدام عن طريق اليدوي عن طريق المفاتيح. عندنا هنا زي ما شايفين الصالة شقة نموذجية. ميزة المشروع هذا إنه ما شاء الله تبارك الله، يعني مسوي فكرة كاملة، يعني متخصص المهندس الديكور في المساحات في كل شيء ما شاء الله بدقة مشتغلين عليه. يعني عندنا هنا إطلالة جدا رائعة على البحر، وفي مخرج للبلكونة من الصالة أيضا. نكمل التصوير، نطلع من الصالة نجي هنا على المطبخ. أيضا في مخرج البلكونة من المطبخ، وهذه المساحة مساحة المطبخ ما شاء الله تبارك الله. دواليب راقية جدا. عندنا ميزة أخرى أشرح لكم، هي أنه عندنا 24 لون نقدر نختاره في دواليب المطبخ. نظام جدا رائع. وعندنا أيضا اختياري الأرضيات نقدر نختارها، والباركيه نقدر نختاره أيضا. يعني عندنا السيراميك اللي موجود هنا والرخام كله نقدر نغير الألوان اللي نبغاها. نوعية جدا راقية. الأبواب والشبابيك كلها عازلة للصوت والحرارة والبرودة. نطلع على البلكونة. إطلالة البلكونة زي ما احنا شايفين إطلالة على البحر. هذه المساحة مساحة البلكونة. الله أكبر الله أكبر. يعني لو تلاحظوا أنه من جهة مخرج الصالة للبلكونة منطقة صغيرة، أنه نقدر نحط هناك كرسي ونطل على إطلالة البحر وعلى الطبيعة. المنطقة هذه كبيرة نقدر نحط فيها مثلا طاولة أكبر وكراسي أكبر، يعني جلستنا في المنطقة الأكبر هنا تكون. منطقة كاشستو منطقة حيوية، المجمع في منطقة كاشستو. منطقة كاشستو عندنا الشارع هذا مؤدي إلى المستشفى العام. مقابل المنطقة هذه الشارع هذا اللي احنا شايفينه طريق مؤدي إلى جواهر مول. يعني المسافة بين الموقع والشارع العام تقريبا 800 متر. مجمع راقي جدا موجود فيه كل الخدمات. نكمل تصوير باقي الشقة. نكمل التصوير نجي هنا على الغرفة الأولى. ما شاء الله مختارين بعناية فائقة من قبل المتخصصين الأثاث والمواد المستخدمة، الباركيه وكل حاجة ما شاء الله تبارك الله. مقابل الغرفة الأولى غرفة غسيل. لو تلاحظ غرفة الغسيل في شيء جدا رائع. الشيء هذا مكان للأحذية، مكان لتعليق الملابس، والمكان للمكوى، وأيضا المكنسة. هنا طاولة الكوي، شيء جدا عجبني الطاولة هذه. استخدام السريع، يعني مثلا واحد عنده مشوار سريع يقدر يستخدم هذا الشيء. يوجد في المجمع مركز متخصص للغسيل، يعني الواحد إذا يبغى الملابس تبعه كلها يروح يغسلها بيكون موجود غرفة أو مركز متخصص للغسيل. عندنا هنا مكان الغسالة. نطلع على الغرفة الثانية، مساحة الغرفة الثانية ما شاء الله كبيرة
وأيضا كل شيء مستخدم فيه ما شاء الله تبارك الله. أرضيات الباركيه في هنا لو تلاحظوا ما في صوت ولا شيء، عازل للصوت وعازل للحرارة والبرودة، إطلالة على الطبيعة جدا رائعة ما شاء الله تبارك الله. يعني الخصوصية موجودة في المجمع هذا ما شاء الله تبارك الله. مجمع مزود بجنيترات وخزان خاص للموية، يعني لا سمح الله إذا انقطعت الكهرباء انقطعت الموية، في خزان خاص للحاجات هذه نقدر نستخدمها أو ملاك المجمع يستخدمها. نجي مقابل الغرفة الثانية، دورة مياه رئيسية، دورة المياه الرئيسية ما شاء الله تبارك الله. في شيء مستخدمينه هنا، السيراميك المستخدم جدا رائع، نظام جاكوزي المروش، وبعدين السيراميك انه اقل من مستوى الشقة، يعني تقريبا باثنين سنتي والمروش باثنين سنتي، يعني الموية ما بتطلع نهائيا لبرا. عندنا التدفئة الخاصة، نظام كل شيء راقي ما شاء الله تبارك الله. نجي أخيرا على غرفة النوم الرئيسية، غرفة النوم الرئيسية الماستر ما شاء الله تبارك الله. إنارات ليد مخفية، وعندنا الخصوصية أيضا موجودة في الغرف، إطلالة على الطبيعة من الخلف. عندنا دورة مياه خاصة، غرفة النوم الرئيسية. في شيء ثاني، حاطين أفياش كهرباء هنا عشان إذا الواحد طلع من دورة المياه منذ الكرامة يبغى يستخدم السشوار مثلا أو أي حاجة كهربائية يقدر يستخدمها. عندنا غرفة النوم الخاصة، حمام تابع لها، وأيضا بمروش كلوزت مغسلة، يعني شيء راقي جدا. مجمع ذكي جدا موجود، أول مجمع موجود في طرابزون، استخدام الأجهزة الذكية في الشقة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا. الحين احنا طالعين من الشقة، طالعين مشوار، نبغى نقفل الستاير والشقق. نيجي نقول الستاير تم تقفيلها، قفلنا الستاير عشان طالعين من الشقة. ضغطنا على السيستم هذا وطفينا الكهرباء كلها وطلعنا.